غير لما نعرفها نحن وياك سوا نهائيا بحط ما بنحط نقاط على الحروف حط الساعات اللي وين ما كانت وضع البلد نهائيا ما كانت لصالحي محطوطة الحقيقه غضي نوض مزار محطوطه قبل وما كانت لصالحي وحضرتك بتعرف هذا الموضوع وكنت اساسا هيدا بيعرف انه منطقة كان فيها مسلحين بكل المليات. قلت لك ما عم خبي الموضوع كان منتشرين المسلحين بكل أحياء صيدا من كل الأحزاب.